जाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। يعني فيلم أغني بات مال أميتاب باتشان يعتبر من الأفلام الجميلة في سنة 90. فيلم فشل على فكرة في السينما بسبب أن الصوت أميتاب باتشان اللي كان يسمع المشاهد ذيك الأيام يقول هذا مو بصوته. بجيدي لناك جوهان ورانا عمر جتي سال بارا غنتي أور تيرا منت ماي ريجي دينا ناك جون ورانا جتي سال نو مينا أور تين أي اي سولما كنت اجلو. فهو يتكلم كان كذي الجمهور يقول يا اخي هذا مو بصوته متبجن، هذا الصوت مدبلج، اكيد صوت واحد ثاني. هذا كان صوته متبجن، هو متبجن القاها بهالطريقه هذه، ثقلها شويه، والعالم على باله ان هذا مو بصوته متبجن، هذا دبلجوه ونزلوه في السينما، لذلك الفيلم فشل في السينما. بعد اسبوعين راح المكل ساناند ومنتج الفيلم قالوا لا 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 لحق خلنا نسوي أي شيء، جابوا أميتاب باتشان وسووا دبلجة ثانية مع أميتاب باتشان بصوت طبيعي. وجي دينا نات جوهان وران الصوت العادي اللي هو يتكلم باعتيادي في الأفلام الثانية، بس يا وقت متأخر الفيلم ذيك الساعة الناس ما قبلت، لا 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 الفيلم خلاص ما أنا بنشوفه. طبعا فيلم تاري زميبر، تاري زميبر يعني النجوم على الأرض أو نجوم على سطح الأرض، بما يعني تشبيه تمثيلي للأطفال، إن نحن كيف نرعاهم كيف نهتم فيهم، وهذا اللي يعتبرون نجوم في حياتنا. فيلم نزل في سنة 2007 من إخراج وإنتاج عامر خان. هذا الفيلم كان أصلا من إخراج مخرج ثاني، لكن المخرج الثاني اعتذر عن صناعة هذا العمل والاشتراك فيه، كمل بعض الأحداث وكتب السيناريو طبعا، وأيضا عامر خان لم يهضم حقه وكتب اسمه في هذا الفيلم أنه هو المخرج الرئيسي لهذا العمل، كان أصلا من إخراجه. طبعا هذا الفيلم يعتبر من أفضل أفلام في تاريخ السينما الهندية، ومن أفضل أعمال أيضا عامر خان كمخرج وكممثل، والفيلم نال استحسان كبير من النقاد ومن الجمهور أيضا. السينما الهندية معروفة من زمان أفلامهم تعتمد على الخيال الواسع. طبعا مش كل الأفلام ترى، على فكرة في ناس على بالهم وعندهم معتقد أن هذا الموضوع بس في الأفلام القديمة وأفلام الحديثة تطورت، لا، حتى في أفلام قديمة، الأفلام القديمة في الأربعينات والخمسينات والستينات أيضا، كانت السينما ذيك الأيام ما كانت تعتمد وايد على الأوفر أو تعتمد على القصص الخيال الواسع كبير جدا، لا، كانت أيضا في قصص منطقية، وكانت أيضا الرومانسية كانت نفس الأفلام المصرية اللي تشوفونها في الخمسينات والستينات كيف كانت بالأبيض والأسود، نفس الشيء كانت السينما الهندية. طبعا حاليا السينما تغيرت، يعني في أفلام كذي وفي أفلام كذي، نعم في مبالغة كثيرة في الأفلام الأكشن، بس هذا لا يعني أن هناك لا توجد أفلام منطقية وأفلام اللي يسمون السينما المستقلة Art Movies. حاول تشاهد أفلام هذه، نصر الدين، شاشة بن عازمي، زي متبادل بتحصلها. चलती थी।